أما قول عمر رضي الله عنه لما جمعهم قال نعمة البدعة، فهو لا يمكن أن يجمعهم على بدعة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أي بكر وعمر، وأمر بالاهتداء بهديه رضي الله عنه مع الخلفاء الراشدين المهديين. وإنما نعمة البدعة باعتبار أنها بدعة لغوية أو بدعة نسبية. كيف؟ لأنه لم يبتدعها، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر، لكن لما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيفة من أن تفرض عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وأتى زمن أبي بكر وكان زمن خلافته قصيرا واشتغل بحروب المرتدين، لما كادت أن تندثر وتختفي قال نعمة البدعة، ليس باعتبار الأصل لا، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. وهو جمعهم رضي الله عنه لأنه أمن من أنها لن تفرض على الأمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بوب ابن حبان في صحيحه فقال هذا هو الخبر المدحض لقول من زعم، يعني الدافع لقول من زعم أن صلاة الناس للتراويح في شهر رمضان ليست بسنة. وذكر حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى وصلى رجال بصلاته. ولذلك قال البيهقي في شعب الإيمان لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتراويح في أول أمر قال هذا تأكيد لفضيلة صلاة التراويح جماعة.